السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم عندنا مشروع مميز جدا في بيلكتزو، مشروع ديمر كانتري تقسيم. طبعا في هذا المشروع حاولت شركة ديمر جروب أنها تجيب الكونسبت الموجود في تقسيم إلى مشروعهم، فتعالوا معنا نشوف التفاصيل هذه كلها على مجسم المشروع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. طبعا الآن وصلنا إلى مجسم المشروع. زي ما انت شايفين المشروع يتكون من 9 أبراج سكنية. عندنا المرحلة الأولى اللي هي 3 أبراج هذه، والمرحلة الثانية اللي هي 6 الأبراج الموجودة. ما يميز المشروع بشكل عام وجود 113 محل تجاري على مساحة 44 ألف متر مربع. عندنا مجموعة الشقق 1160 وحدة سكنية، تختلف من غرفة وصالة إلى 5 وصالة، وأيضا عندنا 40 فيلا تربليكس موجودة داخل المجمع. زي ما انت شايفين الشركة في هذا المشروع حاولوا زي ما قلنا يجيبوا كونسبت تقسيم بحيث انهم يبنوا برج مثل برج غلطة موجود داخل الشارع هذا هنا، وايضا راح يكون في هذا القطار المشابه لقطار تقسيم. المحلات الموجودة هنا زي ما انت شايفين على اطراف المجمع بالكامل. ايضا الشيء الجميل في المشروع الخدمات الموجودة فيها. عندنا 5 مسابح في المشروع، 3 مسابح مفتوحة، الساونا والفتنس وغيرها من الخدمات الجميلة. تعالوا معنا الآن نشوف الشقة النموذجية لهذا المشروع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الآن للشقة النموذج. هذه الشقة 4 غرف نوم زائد نص اللي هي تعتبر نص غرفة زائد صالة، مساحتها 245 متر مربع. أول ما ندخل على يدنا اليمين الشيء النص اللي قلناه، عندنا هنا غرفة للخادمة أو للخادم مثلا، غرفة مع حمام يخدمها، غرفة صغيرة تعتبر. عندنا مباشرة على يدنا اليمين غرفة تعتبر جناح لها حمام خاص فيها، وغرفة مساحتها جيدة 4×4 تقريبا، ولها بلكونة خاصة فيها. الميزة الجيدة انه الغرفة هذه لها حمام خاص فيها زي ما انت شايفين هنا. فنطلع نشوف باقي اجزاء الشقة. المدخل صراحة واسع وكبير بالنسبة 4 غرف وصالة. عندنا هنا مكان للمدخل. على يدنا اليمين مباشرة من الموقع هذا، طبعا هذه الدواليب موجودة زي ما انت شايفين كخزنة يعني. عندنا على يدنا اليمين مباشرة المطبخ. المطبخ زي ما انت شايفين مساحتها جيدة تعتبر، الدواليب راكبة، فرن طقم الفرن موجود، وايضا هنا زي ما انت شايفين عندنا ايضا بلكونة موجودة للمطبخ. نشوف مع بعض الغرف الباقية. عندنا مباشرة على يدنا اليمين اول ما نطلع من المطبخ عندنا الصالة. صالة مساحتها ممتازة جدا تقريبا 35 متر مربع زي ما انت شايفين، على شكل نصف دائري او شبه دائري. تصميمها جميل والديكور فيها ممتاز برضو. اذا جينا نشوف الغرف الباقية، عندنا هنا حمام الله يكرمكم وبانيو يخدم الصالة الموجودة هناك. وايضا على يدنا هنا اليمين عندنا غرفة الماستر بادروم. تعالوا شوفوا الماستر بادروم. الميزة الجميلة في المشروع هذا انه كل الغرف فيها بلكونات، بالتالي يعطي يعني ميزة للمشروع. عندنا هنا مكان ممكن يكون لدولاب تغيير ملابس، او ممكن بنفس الطريقة تكون هناك. وعندنا هنا ايضا حمام وبانيو يخدم غرفة النوم الرئيسية. الآن نشوف مع بعض الغرف الباقية. عندنا غرفة أطفال هنا أيضا لها بلكونة مساحتها جيدة تقريبا 3.5×4. وأيضا لدينا الغرفة الرابعة برضو هنا تقريبا المساحة 3.5×4 أيضا مساحتها جيدة، يمكن استغلالها بطريقة جميلة ولها بلكونة.
في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر التنبيهات والإعجاب ونشر هذا الفيديو لأصدقائكم. التفاصيل والأسعار دائما تجدونها موجودة في صندوق الوصف. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.